شخصية بدقيقة بودكاست. كاي ريتشي مخرج منتج كاتب ورجل أعمال بريطاني، ولد عام 1968 ويعد واحدا من أبرز صناع الأفلام على مستوى العالم اليوم، خاصة حين يتعلق الأمر بأفلام العصابات وتحديدا الأفلام التي تجمع الأكشن بالكوميديا. ترك ريتشي المدرسة في السن 15 وبدأ في الحصول على وظائف في مجال صناعة السينما وإخراج الإعلانات منتصف الثمانينات. عام 1995 أخرج ريتشي فيلمه الأول The Hard Case، وهو فيلم قصير مدته 20 دقيقة أثار إعجاب المستثمرين، فساند فيلمه الروائي الطويل الأول Lock, Stock and Two Smoking Barrels عام 1998، والذي حقق نجاحا معقولا، ما دفع ريتشي لتقديم فيلمه الثاني سناتش عام 2000، الفيلم الذي ضم عددا من النجوم وحقق نجاحا كبيرا على المستويين النقدي والتجاري، حتى أنه يعد بالنسبة للكثيرين أفضل أفلام ريتشي حتى اليوم. من أفلام ريتشي الإجرامية الأخرى نذكر ريفولفر عام 2005 وروك أند رول عام 2008، وقد ضمت أفلام العصابات التي أخرجها مجموعة من النجوم الناشئين وقتها أمثال جيسون ستاثام وإدريس ألبا وتوم هاردي. عام 2007 أخرج ريتشي فيلم كينج آرثر ليجند أوف ذا سورد الذي لم يحقق النجاح المطلوب، لكنه عاد بقوة عام 2009 وأخرج فيلمه الشهير شارلوك هولمز، ثم قدم تتمته عام 2011 بعنوان شارلوك هولمز A Game of Shadows. وفي عام 2019 قدم مع ديزني فيلم علاء الدين الذي كان من أنجح أفلامه على المستوى التجاري حول العالم. وفي عام 2020 قدم فيلم The Gentleman مع نخبة من النجوم على رأسهم ماثيو ماكونهي، ويعتبر هذا الفيلم واحدا من أبرز وأنجح الأفلام التي تم إنتاجها في عام 2020 الفقير سينمائياً.